صباح الخير أعزائي المشاهدين، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. معكم لينا رمضان، بروفيشنال ميك اب ارتست. حابة اليوم بما أننا داخلين على موسم أعراس وأفراح، الله يزيد الأفراح إن شاء الله، حابة أعطي للصبايا اللي خاطبين واللي أعراسهم قريبة واللي على وش خطبة أكم من هيك نصيحة صغيرة، فيو تيبس إن شاء الله راح يستفيدوا منها ويكونوا مبسوطين. أول شيء صبايا، أول نقطة، نعرف إنه الصبية لما تيجي على البيوتي سنتر أو على الصالون بتقضي فيه فترة كتير طويلة، يعني بتيجي من قبل الظهر وبتقعد فترة كتير طويلة، وبعديها لسه بيكون قدامها حفلة طويلة بدها تقضي الليل كامل. فبليز يعني قبل ما تيجي الصبية على الصالون تكون ماكلة شوي وتكون شاربة مي عشان تحتفظ بالطاقة والحيوية اللي تخليها تصمد لآخر الحفلة وتكون يعني فريش وما تكون تعبانة. ويفضل انها تاكل سناك خفيفة وهي بالصالون وتشرب مي. وطبعا رح تدعو لي على هاي النصيحة، رح توصل الحفلة وهي يعني فريش وفيها طاقة ومستعدة لليلتها الكبيرة اللي الله يتمم لها على خير. بعدين نقطة تانية صبايا، انه هاي نقطة كتير مهمة بالنسبة للميك اب اللي بتختاره العروس بيوم عرسها او بيوم خطبتها. هلأ بغض النظر عن الموديل الدارج، هي لازم تراعي شغلة معينة، انه يكون الموديل لابقلها، مو كل شيء دارج ممكن يلبق لها، وانه يكون الميك اب كلاسيك. كتير صبايا مهم انه الميك اب العروس يكون كلاسيك، يعني حلو العروس مثلا لما تيجي تشوف صورها والشريط العرس تاعها تشوفه بعد 10 سنين يكون واو حلو، يشوفوه على خير اولادها احفادها يكون حلو، يعني انه يكون كلاسيك تايمليس ما بتبطل موضته ويضل حلو على طول. هاي نقطة كتير مهمة. ثالث شيء صبايا، انه على حتى علشان الميك اب يصمد عنا ويقعد طول الحفله، لازم قبل الاي شادو تحط الشادو بيس او الشادو كيبر، وقبل الفاونديشن تحط البرايمر، وبهالطريقه ان شاء الله بثبت الميك اب وبيصمد لطول الحفله. وكمان رابع نقطه، انه لما تكمل الميك اب كامل لازم ترش عليه الميك اب فيكسر ليثبت كل شيء بمحله ويضل تمام. وهلا اخر شيء حابه احكي لكم اياه، انه شو ما كان نوع الليبستيك اللي حاطته الصبيه بالحفله العروس، سواء كان لونج لاستنج شو ما كان نوعه، مع الاكل وبعد البوفيه وهيك الا يروح، فيفضل يكون معها ليبستيك من نفس اللون اللي حاطته لتعيد فوقيه ويكون طول الحفله منظر شفايفها حلو وظابط. وبهالخمس خطوات الكتير بسيطه ان شاء الله بنكون فدناكم، وان شاء الله كل عرايسنا الله يتمم لهم على خير عقبال عند الصبايا الباقيين.